طلاب الصف العاشر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقوم بحل أسئلة الوحدة صفحة 110 إلى صفحة 112 في مادة الثقافة المالية. السؤال الأول، ضع إشارة صح إزاء العبارة الصحيحة وإشارة خطأ إزاء العبارة الخاطئة فيما يلي: ألف، تشمل الشرائح المستفيدة من خدمات نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا مختلف الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة ولا تشمل الأفراد. طبعا إجابة خاطئة لأنه أيضا تشمل الأفراد. الجهات المفوترة هي الجهات التي لديها معاملات وخدمات تمس حياة المواطن. إجابة صحيحة. يمتاز نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا بأنه نظام دفع فوري، إذ ترحل دفعات المفوترين المالية بصورة آلية فورا. إجابة صحيحة. من الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت عرض الفواتير وتسديد قيمها إلكترونيا باستخدام نظام عرض وتحصيل فواتير إلكتروني. صحيح. يمتاز نظام الدفع باستخدام الهاتف النقال بتوفيره وسيلة جديدة للدفع الإلكتروني الفوري. إجابة صحيحة. واو، لا يمكن للمستخدم فتح حسابين مختلفين للمحفظة الإلكترونية. إجابة خاطئة، بنقدر نفتح أكثر من حساب بالمحافظ الإلكترونية. وكلاء مقدمي خدمة الدفع يمثلون الجهة القانونية المعتمدة من مقدم خدمة الدفع لتمثيله وتزويد العملاء مباشرة بالخدمة. إجابة صحيحة. فقدان المستخدم هاتفه النقال أو ضياعه أو تغييره يعني خسارة الأموال الموجودة في محفظته الإلكترونية. إجابة خاطئة. السؤال الثاني، عرف المصطلحات والمفاهيم الآتية. أولاً، قنوات الدفع هي الجهات والمؤسسات التي نستطيع عن طريقها الدفع نقداً للحصول على الخدمات عن طريق نظام الدفع الإلكتروني، مثلاً أي فواتيركم. نظام الدفع الإلكتروني هو منظومة متكاملة من النظم والبرامج التي توفرها المؤسسات المالية والمصرفية بهدف تسهيل إجراء عمليات الدفع الآمنة، وتخضع هذه المنظومة لمجموعة من القواعد والقوانين التي تكفل السرية وضمان وصول الخدمة بصورة أفضل. من هم مقدمو؟ هون عندي مقدمو خدمة الدفع: شركات خاصة ومرخصة قانونياً لتقديم الخدمة إلى عملائها مثل البنوك والشركات الخاصة مثل البريد الأردني. السؤال الثالث، اذكر خمساً من أهم الخدمات التي يوفرها نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً. عندنا دفع الفواتير المياه والكهرباء، دفع اشتراكات وفواتير الاتصالات والإنترنت لمزودي الخدمة، التعليم مثل دفع أقساط المدارس والجامعات، النقابات دفع رسوم العضوية، الخدمات الحكومية مثل استخراج شهادة عدم محكومية أو دفع ضريبة الدخل أو سند تسجيل أراضي، مخالفات سير، اشتراكات ضمان اجتماعي وغيرها. السؤال الرابع، لنظام عرض وتحصيل فواتير إلكترونيا العديد من المزايا التي تعود بالنفع على المفوترين، وضحها. أولا، تحقيق وفورات عالية وتحصيل أسرع، كلفة تحصيل أقل، زيادة نسبة التحصيل، تدفقات نقدية أسرع، إنهاء مخاطر التعامل مع النقد. السؤال الخامس، ما الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأردني لجعل المحفظة الإلكترونية آمنة؟ أولاً، يقوم البنك المركزي الأردني بالإشراف على خدمات جو موبايل وضمان تطبيقها بشكل صحيح من قبل مقدمي خدمة الدفع ووكلائهم. يطبق البنك المركزي معاييرًا محددة لضمان الأمان في عمليات الاستثمار وشفافية الحصول على المعلومات. يتأكد البنك المركزي من أنه بإمكان العميل دفع الفواتير من خلال مزودي خدمة الدفع، وأيضًا من إمكانية تحويل الأموال واستقبالها من قبل الأصدقاء والمعارف والعائلة حتى إن اختلف مزود خدمة الدفع. انتهت الأسئلة، يعطيكم العافية.